على فكرة ليليان داوود بقى محترمة، وانا اشهد لك ان ليليان داوود محترمة، هي بس زعلانة ومتضايقة، وخد بالك انت ما تعرفش ظروفها ايه، نجيب بيه وانت راجل برضو خد بالك متريش وكويس، يعني مهما كان ظروفك صعبة يعني ليك باور تقدر تسند ليها هي في الاخر، يعني في النهاية مش زيك، فانت بتقول ان انت الكبير، طب ما خلاص احتوي بقى. محمد رشدي بيقول لي نجيب ساويرس راجل محترم وبرنس في نفسه، وانت برنس والله. اه وبص انا اقول لك على فكره، انا خدت على خاطري منه من حركته دي مع ليليان شويه، بس متفاهم برضو ان هو زعل ان هي داخله تزايد عليه. نجيب بيه ما يحبش اللي يزايد عليه، نجيب بيه ما يحبش اللي يزايد عليه، فاحيه احيه. هبه عامر بتقول لي انت مشكله، انا مشكلة يا هبة وانتوا الحلول. انا مشكلة، انا مشكلة والسيدات هن الحل. فانا قلت للرجالة على فكرة، انا عملت اتفاق مع الرجالة قلت لهم ان احنا ايه، انا في الرحلة دي طلع مختلفة شوية، كل مرة نقعد نجيب الرجالة في الرحلات، والرجالة دول اصلا في الرحلات مش محب مكرم توادرس، عشان ده جاي يتنفخ برضو. ايه النفخ ده؟ اي حد يقول لك حاجه تعمله بلوك وتهزقه، طب يلا بلوك. على فكره انا مستعد النهارده اقلل العدد ل 100، اي حد هيعترض على سلوكياتي بشكل انا ما احترموش اعمل له بلوك. فده واحد داخل بيكلم اخته في اوضه النوم، ولا اخوه الصغير، ولا جاي يكلم امه اللي ما علمتوش يحترمها ازاي كده. لكن اي حد على فكره، عاجبني اسلوبك في عرض المشكله وتحليلك اللي شدني، كم انت مدهش، شكرا يا هيما يا خاطر. انا على فكره كنت والمدير الاقليمي لشركه جوجل الشرق الاوسط وبيعيط، عبد الرحمن الوكيل بيعيط بيقول لي لماذا انت هكذا يا وائل، لماذا يا وائل انت هكذا، انا عبد الرحمن الوكيل اللي بعيط مرتين، تو ساد فيسز، دمعه دمعه دماء دماء. اديله يا ابني البلوك يا ابني، مع السلامة يا عبد الرحمن، هتوحشني في الرحلة، اتفرج عليا في اليوتيوب يا حبيبي. لا والله ما فيش عفو رئاسي، ده انا برتاح كل واحد بعمله بلوك، خصوصا اللي بيخش يشتم بيقول كذا، ده بعمله بلوك على طول. بس في واحد بقى اللي هو مدعي. نشوة يا جميلة، ماليش دعوه، لما بيعرفش يعبر بالكتابه حلو ما يعبرش عندي. بص اصل بص، هيثم عادل بيقول لي ساعات يا ولد الناس ما بتعرفش تعبر، اللي ما بيعرفش يعبر ما يعبرش عندي، لكن يخش اللي يخش يتكلم باسلوب مش حلو، انا عايز انا بص انا عايز الصفحه دي الحلوين بس، هذه الصفحه، والله اقول يا شيخ هذه الصفحه للحلوين فقط، وهذه الصفحه قد يكون في ناس حلوين اتعمل لهم بلوك 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 بس ما يرجعون، عشان يرجعون لازم عفو رئاسي شخصي، وانا اقول طال عمرك احب الدكتاتورية حب شديد شديد شديد، انا الان دولجي، يعني انا الان اريد سيطرة وسلطة، عشان نعمل شوية استقرار في الكومنتات، الوضع يتحسن ونهدى ونفتح الباب بقى تاني ونعمل العفو الرئاسي ونرجع تاني. واي حد عايز يقول حاجة يقولها، انا بس اثق في المواضيع، انا اثق في المواضيع. واحد بيقول لي خش في الموضوع، ما هو الموضوع احنا خلصناه خلاص، انت مش ملاحظ ولا ايه؟ ده احنا خلصنا، احنا صالحنا ليليان بيه، ليليان هانم على نجيب بيه، وما تضحكش بقى عشان قلت ليليان بيه، ما يعني احيه يعني خلاص، غلطة غلطة. ابقى سلام، انا عايز اكلم ليليان لما اصحى ان شاء الله، ونخش لايف ونفتح الموضوع لبعض، ونشوف وضعها ايه، ونتكلم عن تويتة الجيش. وهي انسانة جميلة على فكرة، لان هي انا بحبها جدا، بحبها جدا 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 جدا، وقلبها ابيض 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 ابيض، وعشان كده انا بعاتبها، وعشان كده بالمناسبة هي قبلت عتابي في التليفون، ولما قلت لها ما تيجي نطلع لايف نتكلم في الموضوع، قالت لي والله اطلع لايف. هه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 ه
واحد بيقول لي انت احلى من الدكتور علاء صادق في تحليل المواقف. ايوه بص بص، هنا احمد سعد قال الكلام الصح، قال لك نام وقوم اصطبح وشوف قصة عمو نجيب. يا عم مش مشكلة، ما نعمل بلوك، انا عايز ابقى انا اكتر صفحة عدد الكارهين فيها اكتر من الفانز. انا بقى مش عايز فان، انا بص اللي مش فان ادخله في السخان. احمد وائل حزين وزعلان، اعمل لك بلوك يا احمد يا وائل، بس انت اسمك احمد وائل ما اقدرش. ماجد اشرف بتديني البوكسات، الله حلوه يا مجد، حلوه يا مجد، قلوب قلوب قلوب. حسام سمارف بيقول لي المزاز يا وائل هنا كتير جدا وبيتساءل، انا هقول لك ليه. اولا هم اسمهم اخواتك السيدات والبنات، الكبار منهم والصغيرات، وفي منهم في قد امك يرحمك، ماشي يا حبيب امك. فليه؟ لان انا هنا بتكلم بلغه بتحترمهم وبتقدرهم وبتوريهم ان انا بدي بالصندل والقباب اي حد يتعدى حدوده معاهم، وهم هنا هم هنا انا بتشرف بوجودهم في الصفحه، وعندي فاللي يقل ادبهم اللي يقل ادبه عليهم بديله بدماغه، فهم مش ناس كتير. اصل كل، على فكره، كل الانفلونسرز يخافوا يعملوا اللي انا بعمله ده، مش هيطلع كده ايه، اصل هو لو بدأ يضرب الرجاله كده العيال تتلم عليه تقطعه، بس انا الحمد لله الرجاله المحترمه هي اللي تعرف بس تقطعني، ودول شايفيني ما بتعداش حدودي لسه، وبالمناسبه لما بتعدى حدودي بيوروني الصح فين. فانا بقول لك ان انا عشان كده الستات هنا كتير، وانت بقى مسميهم مزز ده وضعك، بس خلي تقييمك لشكلهم لنفسك، عشان لو بدأت تطلعه هنا وانا متضايق ان انت طلعته اعمل لك بلوك 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 بلوك. محمود علي بيقول لي كنت بتفرج على الفيديو بتاعك مع الهندي، ما كنتش عارف انك لايف. يا عم انت بقيت جزء من حياتي اليوميه والله، وائل حبيب الملايين يا باشا، انا حبيب الالاف، بس ده هم 700 واحد اللي بيتفرجوا. ما بطلوا مبالغه يا شعب مصر العظيم. انا عايز اقول لك على حاجه بقى، طب ما تيجي نتكلم نجيب بيه برضو، على فكره بتضايقه الموضوع ده، وليليان اعتقد ممكن يضايقها، عشان احنا جايين نصفي النفوس اصلا ونشغل فيروز وبالمناسبة ليليان عمالة تقول لك يا عيب الشوم يا عيب الشوم، مش 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 وراح ما اتكلم واتكلم، ولا اتكلمت ولا قالت حاجة، وهي عايزة تلم الموضوع بهوأ منها وعايزة تلمه، عايزة تلمه. ما تعملش كده نجيب، احتويها، انت بتقول انك الكبير يا بيه، انت الكبير احتوي. نجيب بيه على ان انت اتفرجت على الفيديو، انا ما اعرفش هتتفرج عليه ولا لا اصلا، بس مش فارقه، ما هو هي الفكره ان انت توسع خيالك وتضرب في الهوا، واللي عايز يحب يحب، واللي مش عايز يحب كتر خيره، وادي الفكره طلعت، يمكن اتنين يصالحوا بعض كده اصلا غير نجيب بيه وليليان هانم. ورخص، بص اهو سعاده هي بتقفل الفيديو اهي بتقول لك ورخص المتابعون وعم الفرح والسعاده على اجواء المكان، شكرا يا سعاد، شكرا جزيلا، وليس بعد كلامك اي كلام، ولينتهي هذا الفيديو والسلام.